بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أخواني وأخواتي، أتحدث الآن عن أمر، وهذا الأمر في غاية الأهمية للحصول على المدد الإلهي والبركات. الخلوة مع الله جربها الكثير من الصالحين ورأوا من بركاتها ومن فتوحاتها ما الله به عليم، مما جعلهم يتمسكون بها ويستمرون عليها إلى أن يأتيهم الموت. من جرب هذا السر وذاق حلاوته وذاق طعمه وذاق نتائجه، مستحيل أن يتركه إلا أن يشاء الله. هل تريدون أن تعلمون ما هو؟ إنه الدعاء بقلب خالص في مكان لا يراك فيه أحد ولا يسمعك به أحد إلا الله سبحانه وتعالى. الخلوة مع الله ليس شرطا أن تكون لها استعدادات وأن تكون لها تدابير صعبة. الخلوة مع الله سهلة جدا جدا، وإن أبواب الله مفتوحة، وإن الله هو الأكرم، لا إله إلا هو، وهو أرحم الراحمين. وأنت في سيارتك ذاهب إلى عملك تستطيع أن تخلو مع الله، وهي خلوة. اجعل 5 دقائق يوميا في سيارتك لمناجاة ربك. وأنت على فراشك قبل النوم، قبل أن تنام، مد يدك إلى السماء وناجي الله تعالى كأنك تكلمه. والسر في هذه الكلمة كأنك تكلمه. يوميا اقتطع من وقتك 5 دقائق أو 10 دقائق، وداوم على هذه الدعوات وهذا الافتقار وهذا التذلل للملك العزيز الجبار. ووالله إن من جربها رأى العجب العجاب، ورأى من البركات ما لا يخطر على بال، ومن التيسير والفتوحات والتوفيق ما يفوق الأمل والإدراك. إنها الخلوة مع الله ودعاء الله كأنك تكلمه. ورد في الحديث، حديث جبريل المعروف، قال: يا محمد، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكذلك في الدعاء أن تدعو الله كأنك تكلمه سبحانه وتعالى، لأنه في الحقيقة أنت تكلمه جل جلاله، وتقدست أسماؤه، وأقسم بالله إنه ليسمعنا، وإنه أقرب إلينا من حبل الوريد، وأقرب إلينا من أنفسنا، وإنه الأكرم، وإنه الأرحم، وإنه سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفذ، ولكنه جل جلاله يريدنا أن ننجح بالاختبار، وأن نتجاوز ونقتحم العقبة، وهي الصبر والاستسلام التام تحت كل الضغوطات وتحت كل الظروف. أن نقول: يا رب، استسلمنا لك حتى الممات، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت. عندك مشكلة في خلوتك هذه، ارفع دعاء، كلم الله، فإن الله تعالى إذا فتح الأبواب وفتحت خزائنه لك، صدقني، سترى العجب العجاب، وسترى من البركات والنور ومن الرحمات ما لا يخطر لك على بال. هي دعوتي إليكم بأن نستمر بالمناجاة، وأن نستمر يوميا بالخلوة مع الله كأننا نكلمه. ولا يوجد أحد على وجه الأرض أرحم ولا أكرم ولا أعلم بك من الله، فاذهب إلى الله: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. اجعلها شعارك يوميا، كن مع الله وناجي الله تعالى بهذه الخلوات، حتى وإن كانت عندك معاصي وذنوب. إياك أن تيأس من رحمة الله. عندك معاصي وذنوب، مد يدك إلى الله تعالى. الله سبحانه وتعالى أخبر في الحديث القدسي: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. فإذن الهداية لا تأتي إلا من الله، وهي من أعظم الهبات. لذلك وجب علينا أن نتوسل ونتذلل إلى الله تعالى بصدق وإخلاص بطلبها. فمن أعظم المطالب ومن أول المطالب هي الهداية. إذا دخلت في خلوتك وبدأت في المناجاة، يجب عليك أن تعلم بعض الأمور. أولا، أن تتأدب في مناجاتك، بأن تبدأ المناجاة بتقديس وتمجيد ومدح الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تبدأ بطلب القرب
طلب الرضا وطلب أن تكون من عباده المقربين وأن تكون من أوليائه الصالحين، وأن يفتح لك فتحا مبينا في الهداية والنور المبين. ثم بعد ذلك يطلب الإنسان ما يشاء من مصالحه وأموره الدنيوية، ولكن يجب عليك في نيتك أن تكون دعوتك الأساس هي القرب وحب الله تعالى لك، وأن يصطفيك من المقربين وأن يرضى عنك جل جلاله. تخيل الملك الأعظم يقبلك ويرضى عنك، ملك الأكوان، ملك المجرات، الملك المحيط، العزيز الذي السماوات والأرض قبضته جميعا، يحبك أنت ويحفظك ويجعلك من المقربين ويتولاك. هذا أعظم طموح يجب على الإنسان أن يجعله الغاية الأسمى والهدف الأول في حياته، قبل كل شيء، قبل نفسه وقبل أبنائه وقبل، هذا هو الطموح الأعلى وهذا هو الفوز. فالمنة كلها والنعمة كلها والفضل كله، ويجب أن يكون الحب كله لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هكذا نكون من الصادقين. إن الصدق من جاه، إن الله تعالى يحب الصادقين، وإن الله تعالى يعلم القلب الصادق من القلب الكاذب. الصدق في طلب الهداية يأتي بالهداية، من أراد الله بصدق لا يخذله الله أبدا. فالصادق في طلب الله لا يخيب، والكاذب في طلب الله يخيب. إذا أحبنا من بيده ملكوت السماوات والأرض، فهذا والله هو الفوز الأعظم، وهذا والله هو الفوز المبين، وهذا والله هو الفوز المبين.